بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 25. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نواصل ما توقفنا عنده، إذ قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذا الحديث بيان أركان الإسلام التي بني عليها. بني الإسلام على خمس، يعني على خمس خصال، وتسمى بالأركان أيضا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، الشهادتان. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه لا أن أقر وأعتقد وأنطق أنه لا إله إلا الله، أقر بقلبي وأنطق بلساني أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، تنفي الشرك وتقر التوحيد، وأن محمد رسول الله، فلا تصح شهادة لا إله إلا الله إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله. فإذا ذكرت إحداهما فقد دخلت فيها الأخرى، تضمنتها الأخرى، وأن محمد رسول الله، أي وأقر وأعترف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أرسله الله إلى الناس كافة، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا بد مع الإقرار برسالته أن يتبعه، وإلا فأبو طالب مثلا يقر أنه رسول الله وأنه لا يكذب صلى الله عليه وسلم: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب، يقول في لاميته: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إلا أنه قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فما منعه أن ينطق باتباعه إلا أنه أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه وأجداده، وخشي الملامة عليهم. وهذه هي المصيبة، أن الإنسان يخاف أن إذا اتبع الحق يخاف أن يلام وأن يذم وأن
يهجر وأن يقدح فيه، ولكن يصبر، ولو حصل هذا فإنه يصبر على ذلك. والثاني إقامة الصلاة، لأنها عمود الإسلام، ومن المعلوم أن البيت لا يقوم إلا على عمود، فلا يقوم الدين إلا على الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه الذين منعوا الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: لا والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فالزكاة حق في المال، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذا الركن الرابع من أركان الإسلام، والحج بيت الله الحرام، هذا الركن الخامس في حق من استطاع إليه سبيلا، وهو وجود الزاد والراحلة. نعم. وعن أنس قال: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقضت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50. نعم، الصلاة لشرفها ومكانتها عند الله فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء، وبلغ إلى سدرة المنتهى، وأوحى الله إليه، ومن جملة ما أوحى الله إليه الصلاة، فرضها عليه مباشرة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا بواسطة جبريل عليه السلام، لشرفها ومكانتها. فهي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قبل الهجرة بزمن يسير، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وأول ما فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، فسأل ربه أن يخفف عن أمته بمشورة موسى عليه السلام، وما زال الله جل وعلا يخفف هذه الصلوات من عددها حتى أقرها على 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في العمل و50 في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة قالت: فرضت الصلاة 2، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى. أول ما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 2، صلاها بمكة، فلما هاجر إلى المدينة أتمها الله وأمر بإتمامها إلى 4 ركعات، هذا في الحضر، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات. وأما في السفر فبقيت على أول فرضيتها 2، وهو القصر. نعم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. نعم، أمرت، يعني أمرني ربي، أن أقاتل الناس، أن يقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، يقاتل من جحده أو فسره بغير تفسيره الصحيح، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، هذا الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا إسلام بدون صلاة، كما أنه لا بيت بدون عمود، فهي عمود الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤتوا الزكاة، لأن الزكاة حق في المال، فالذي يصلي ولا يزكي لا تقبل صلاته،
لأن أبا بكر الصديق قاتل الذين منعوا الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وفي رواية والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بحقها، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها فلا بد أن يؤدوا الزكاة. فأقره عمر والصحابة على ذلك وقاتلوا معه، قاتلوا المرتدين الذين منعوا الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه مال أرسله علي رضي الله عنه وهو باليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أهل اليمن معلما ومزكيا وقاضيا ومفتيا، أرسله صلى الله عليه وسلم لهذه المهام العظيمة لكفاءته رضي الله عنه، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال فقسمه بين أربعة من أصحابه اختصهم بها، فوجد ذلك في بعض من يدعون الإسلام أنه استغرب هذه القسمة وهذا التخصيص، واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فلما ولى قال خالد بن الوليد رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، قال صلى الله عليه وسلم لعله يصلي، وفي الحديث الآخر إني نهيت عن قتل المصلي. وقال كم من مصل يقول خالد كم من مصل يقول بلسان ما ليس في قلبه؟ قال صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أفتش عن قلوب الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أظهر الإسلام وأظهر الطاعة قبلنا منه ذلك، ولو كان في نفسه غير جاد فيما قال، لأننا ما لنا إلا الظاهر، أنا نحكم إلا على الظاهر، ما لم يتكلم الإنسان أو يفعل شيئا يقتضي قتله. نعم، أحسن الله إليكم. لعلنا نختم هذا الدرس أحسن الله إليكم بالكلمة والتوجيه لمن يتهاون بهذه الصلوات، وهي خمس في اليوم والليلة ومع ذلك يتهاون فيها، فكيف لو كانت كما مر معنا 50 صلاة؟ فهي 55 في الميزان، ومع ذلك من الناس من يتركها ويتهاون فيها. نعم، هذا من الشيطان، تثبيط من الشيطان يثبطهم ويكسلهم عن الصلاة لعلمه أن هذه الصلاة هي روح الإسلام، وهي الصلة بين العبد وبين ربه، فالشيطان يحب أن يقطع الصلة بين المسلم وبين ربه فيكسلهم عن الصلاة، إما أنهم يتركونها ولا يصلون وهذا كفر وردة، وإما أنهم يصلونها لكن على غير المطلوب، يخرجونها عن وقتها أو لا يخشعون فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم بئس صلاة المنافق يجلس يقوب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان صلى أربعا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا،
هذه صلاة المنافق، وهي صلاة شكلية لأنه لا يعتقدها بقلبه، وأيضا هو لا يقيم الصلاة. الله جل وعلا قال أقيموا الصلاة، ولم يقل صلوا فقط، قال أقيموا. وإقامة الصلاة تقتضي الإتيان بها بأركانها وشروطها وواجباتها وما استطاع من سننها. هذه هي الصلاة القائمة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. هذا يزيد الغيث، يترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام.